واحنا الحمد لله فريق حسن الاكاديمي تعود على انه يقدم مستوى جيد في جل المباريات، لا في كاس الاتحاد الافريقي ولا في البطوله الوطنيه. كيف شفتوا هذا الموسم؟ هذا ما حلفناش لحد وصلنا النهائي ديال كاس العرش، فما وصلنا ليه الا بالمجهود ديال الزملاء ديالي ومجهود ديال الطاقم التقني وطاقم طبي وجميع مكونات فريق حسن الاكاديمي. فهاد المقابله هذه كنا عارفين ما غتكون سهله ضد خصم قوي تيلعب واحد الكره حديثه، فهادشي ما تينقصش من الحجم ديالنا حنا. كيف شفتوا اليوم حاولنا نضغطوا على الخصم، سولت في الشوط الاول تمكننا من الهدف الاول كنظن على انه في الدقيقه 3، ما استغنيناش عده فرص، ما حفظناش على الشباك ديالنا، حاولنا في دوزيام ميطو اننا نرجعوا في النتيجه، ما سافناش الحد. كنتمنوا ان شاء الله نعودوا هذه المباراه بمباراه اخرى وننسوا هذه المقابله ونفكروا في المقابله ديال الاتحاد ديال فريق واتزم. شوف، حنا كلاعبين ما لازم علينا الا نطبقوا التعليمات ديال الطاقم التقني، ما لازمش علينا اننا نخرجوا على السيطره ديال الطاقم التقني، لازم علينا نطبقوا التعليمات ديالهم وندخلوا ونقدموا داكشي اللي باغين هما. كنظن على انه لعبنا الكره ما ساعدناش الحد. كنتمنوا ان شاء الله نعودوا هذه المقابله بمباريات اخرى ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.